ممكن ما تنتهي بالدقائق التسعين، ممكن يكون وتروح المباراة إلى شوطين إضافيين وروح رياضية ما بين الجمهورين. شوف معالي الحاج حسن الأنصار وبنفس الوقت اسمه على رأسه، هذه هي العائلة الأنصارية. علي ظاهر إذن على مقعد احتياط العهد بالإضافة إلى موني عم بيكون موجود على مقعد الاحتياط، حسين الزين، محمد حيدر، حسين حيدر، حسين منذر، وجهد الزين. ضغط عم يعطي اشارته لانطلاق المباراه، كرة عم تتحرك من وسط الملعب. على فكره اليوم يوسف المواهبي عم يلعب خلف المهاجم، هناك بعض التعديلات والتبديلات بتشكيلته للمدرب باسم مرمر. الكره لعند نصار، نصار مجددا مع الانصار، الكره شوف كره، شوف مع الاتاتي بيلعب كره طويله اماميه على حدود منطقه الجزاء. شوف ملا خطا، ما معقول ما معقول، ملا خطا كان محمد حمود راح يلعب كره هناك الى داخل منطقه الجزاء. لا بيلعب كره على الطرف الايمن وهيدي العرضيه لداخل المنطقه. وين الراسيه؟ ممكن راسيه، جول 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 ممكن جول جول. دائما قلب الدفاع هو نور منصور، هو صمام الامان. ايه صح، الا انه هو بنفس الوقت هو الهداف دائما بمباريات العهد اللي بيعجز عنه المهاجمين. عم يصنعوا نور منصور، كلنا بنعرف نور منصور وخطوطه داخل منطقه الجزاء، كلنا بنعرف قلب دفاع العهد، قلب دفاع الصفا السابق تحت انظاره لبلال زغلول. اهدى اول هدف لمصلحه فريق العهد تحت انظاره ايضا لبلال زغلول. المدرب المساعد لسامي الشوم عم ينظر الى ساعته، ما بدهم افضل من هيك العهد. هيدا هو صاحب الرقم اربعه، هيدي الكره العرضيه وصلت لعند نور منصور. يا سلام، كره راسيه ما الى حل، حتى يعني حسن مغنيه ما تحرك على الكره. شوفوا علي حديد، علي حديد كرته العرضيه، وين التغطيه الدفاعيه؟ ليش ما تروح اصلا نور منصور لوحده على الجهه الثانيه؟ وين اللعبه اللي صعد مع نور منصور؟ بطاقه صفراء مستحقه. بتعود الكرة أنصارية، الحكم عم بيتابع، عم يقوم متابعة المباراة، والحكم لاعب أيضا باللقاء. يعيد الكرة لمصلحة العهد، كل شيء ضد الأنصار اليوم على الأرجح بالوقت. هناك انطلاق محمد أدوح داخل المنطقة، ممكن كرة عرضية، ممكن جول. أوه كرة عرضية خلفية. انطلاق الشوط الثاني، طاقم حكام أبرسي عم بيقود هالمباراة. بخطأ كان عم بوصل الكرة، هذه الكرة أمامية، ابنه بقى داخل منطقة الجزاء. والعودة الدفاعية لمتاي بالدوري السنغالي. ايضا هيدي الكره العرضيه لمصلحه العهد بتمر. شوفوا الراسيه، يا سلام يا سلام يا سلام يا ابن با. ايضا مع الانصار على البابا مجددا داخل منطقه الجزاء، بحاول لا البابا بفرصه كادت ان تكون خطره لمصلحه الانصاريين. يعني صراحه بيتو عنده امكاناته، عنده مجهود، وهيدي الكره العرضيه المنتظره. نصار 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 نصار. دخلنا على الدقيقة 64. أحمد زرق، شوفوا كيف هرب، شوفوا كيف هرب أحمد زرق، بمر بيسدده حسن مغنية، حسن مغنية بيعمل إنجاز وبيخلص الكرة أيضا مع متاي. بيحاول يمر، بيلعب تمريرة أمامية خطيرة، ممكن يكون المحاولة الأنصارية بتنقطع هيثم فاعور. الهجمات المرتدة ممكن يكون حاسمة من ناحية فريق العهد لأنه بيمتلكوا لاعبين سريعين، بيمتلكوا لاعبين مهاريين. هذا واحد منهم، بمر مهدي فحص، بعده عم يتقدم بهالكرة، بيدخل منطقة الجزاء. مهدي فحص كرة العرضية خطيرة، ممكن جول. أوه يا سلام، كرة العرضية لمهدي فحص، وهيدي الرأسية من ابن با أحمد زرق، وهيدي انطلاقة عهدوية. وين الكرة العرضية؟ هيدي الكرة العرضية لداخل المنطقة. متاي أخطأ، متاي شوفوا ابن با، ابن با كان ممكن يمر، كان ممكن أن يسدد بالوقت. ابن با أيضا بعيد الكرة، ما معقول حسم نتيجة المباراة، عم بضيع. مع الأتات المهندس علي الاتات، شوفوا ال1 2، شوفوا علي الاتات كيف مر، ممكن يمرر. لا غير رايه، بسدد مباشره باتجاه المرمى. ذكيه على فكره، ذكيه تسديدته لعلي الاتات. هذا خطا او مش خطا؟ جهاد الزين والمحاولات الانصاريه لا زالت قائمه بهاللحظات. نصار نصار، كره عرضيه لداخل المنطقه، جول جول جول. وينك يا محمود كجر،
وينك يا محمود انكجت؟ وينك يا محمود؟ هيدا سؤال عم يسألوا الأنصاريين، ليش أصلا تتعرض للإصابة يا محمود كجت؟ ليش بكل بساطة تتركنا لوحدنا يا محمود كجت؟ هيدا لسان حال الأنصاريين، كل الأنصاريين على المدرج عم بيقولوا هيك، كل الأنصاريين يلي عم يحضروا خلف شاشة الجديد يا محمود كجت عم بيقولوا وينك؟ باختصار وينك؟ هيدا نصار نصار وهيدي الكرة العرضية وهيدي الرأسية، أصلا أنت تجيد الكرات الرأسية يا محمود الكجت. بطاقة صفرة لمحمود الكجت بعد ما خلع الفانيلا. شوفوا ملا كرة عرضية، هيدي كرات عرضية صعبة على حارس المرمى، صعبة على مدافع على المدافعين وسهلة على المهاجم. إذا عم يطلق إشارته لانطلاق الشوط الأول الإضافي على ملعب المدينة الرياضية ببيروت. بالوقت هناك المحاولة العهدوية، شوفوا الوانتو، شوف محمد حيدر خطيرة، محاولة ممكن الخلفية، ممكن جول، ما معقول ما معقول، مش هيك نوع من الكرات ممكن تتضيع. محمد حيدر أحمد زريق عم تلوم نفسك، يوصل كرته بيته ممكن يسدد، لا ما بيسدد، بيعطي محمد عطوي مباشرة، لا مش محمد عطوي، هيدا على الأتات. هيدا مع حسين دقيق، شوف ملا تسديدي، ما معقول ما معقول، تسديدي رائعة كانت لحسين دقيق. الكرة الثابتة العهدوية رح تشكل الخطورة الكبيرة على مرمى الأنصار، سنتابع كل قلوب الأنصاريين وقلوب العهدويين. هذه الكرة العرضية لداخل المنطقة، وين الرأسية؟ ممكن متاي، ممكن متاي، ممكن متاي كان يسجل خطأ بمرماه. شوفوا على الخطأ الدفاعي، ابن با داخل منطقة الجزاء، متاي ممكن يموت. الأنصار بالوحدة من الهجمات اللي ممكن تكون خطيرة، شوفوا الإضافة الهجومية، محمد قرحاني وهيدي الكرة عرضية، ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول، لا 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 لا، ما معقول، جول 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 على البابا بالإحساس وبالحس التهديفي، على البابا، ما معقول أصلا، كان الكل عم يشعر يا على البابا عندما دخلت على أرض الملعب أنك أنت حابب تعمل شيء للأنصار اليوم، أنك أنت حابب أنه تفرح الأنصاريين، حابب تدخل الفرحة إلى قلوب الأنصاريين. شوف الفرحة المجنونة على المدرجات، شوفوا فرحة على البابا، فرحة اللاعبين، ما معقول ما معقول ما معقول. بالدقيقة 118 كل شيء تغير بلقاء اليوم، المشهد تغير، اللون الأخضر عم بيكون موجود بملعب المدينة الرياضية تحت الأضواء الكاشفة. شوفوا الإصرار، شوفوا الكرة يا سلام يا محمد عطوي، يا سلام على الكنترول يا علاء البابا، يا سلام على الصدى يا محمد حمود، كرة ولا أجمل منها الثلاثة، وعلاء البابا بالإصرار بالعزيمة عم يوضع الكرة داخل الشباك. هيدا إصرار، هيدا عزيمة، هيدي كل شيء فيه كنترول للاعب كرة القدم، عم يبحث عن نفسه علاء البابا. الكل عم بيقول إنه علاء البابا الصفا غير علاء البابا الأنصار، قال له اسمحوا لي، هي مباراة من أربع أشواط بكل بساطة. علاء البابا قال لا للجميع، قالكم روقوا علي شوي، عم بيقول للأنصاريين، عم بيقول لكل المنتقدين، وأيضا حسن مغنية عم بيقول للجميع. وممكن متاي، متاي عم بيخلص المرة الأولى، متاي مرة ثانية، جول جول جول. علاء البابا كان عم يحكي بلغة الأنصاريين، إنما بالجهة المقابلة كانت اللغة عهداوية بامتياز، والفرحة مجنونة بمدرجات ملعب المدينة الرياضية يلي افتقدناه بتسعين دقيقة، لا يلي افتقدناه بمية وخمس دقائق، كان عم يحصل بالدقائق الخمستعش الأخيرة، كان عم يحصل بالشوط الثاني الإضافي، افتقدنا الإثارة بالمباراة. ابن با أصر على أنه هو يوضع بصمته بلقاء اليوم، ابن با أصر على أنه هو يقول أنا موجود بهاللقاء. ابن با تحركاته كانت مزعجة، صح كان ما عم يحصل على الكرات، ايه صح. شوفوا هالخروج من حسن مغنية، انما بنفس الوقت مين داوودا وايضا متاي اخطا، انما حجز الكره. يا سلام يا سلام، كيف حجز ولا متاي اصلا؟ قال له عندك حلين، يا بسجل يا بترتكب خطا لاحصل على ضربه جزاء. انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. طبعا مباريات الكاس في خاسر وفي رابح. البرازيل رايح يوضعها بقوه، او رايح يوضعها بحرفني، سنتابع. بيتو بيتقدم خطوه 2-3، بيسدد بيتو، جول. هيدا أول هدف للأنصار. إجا دور حسين دقيق، بتقدم بسدد حسين دقيق، جول جول لمصلحة العهد، 1-1 النتيجة. بتقدم محمود الكوجك، نظرة 2، خطوة 2، بسدد جول، جول محمود الكوجك 2-1. محمود الكوجك عمل كل شيء عليه اليوم. أنت لاعب كبير هيك بقول جمهور العهد والجمهور اللبناني بشكل عام. محمد حيدر بتقدم بسدد جول، جول 2-2 النتيجة. السلوفاكي متاي بيسدد جول جول جول.
الكرة زاح في متاي عم تهز شباكه لمحمد حمود، ارتاح متاي. النسهلي ركلة الترجيح، أحمد زريق بيسدد جول، جول أحمد زريق بطريقة ذكية أيضا، خدعه لحسن مغنية. محمد قرحاني بتقدم بسدد جول، جول محمد قرحاني عم يوضع الأنصار بالمقدمة، أو أنه حسن مغنية رح يصد كرته لهيثم فعور. قليل التسديد بالمباريات، خلف ركلة الترجيح بتقدم هيثم فعور بسدد بسجل. يا سلام يا سلام يا هيثم فعور اللي سجل هدف التقدم بالدقيقة 118 على البابا، بسدد جول، جول هدف لعلاء البابا. علاء البابا ايضا عمل كل شيء عليه اليوم. نور منصور بتقدم خطوه اثنين، نور منصور بيسدد جول، جول نور منصور عم بيعادل النتيجه 5-5. نصار هل رح يشعر الانصار بالانتصار؟ ايه فعلا رح يشعر بالانتصار. نصار عم بيسجل مره جديده، عم يوضع الانصار بالمقدمه. رح يكون بمواجهة حسن مغنية في حال أضاع حسين الزين، حسين الزين بيسدد جول، ما معقول ملا تسديدة قوية. محمد عطوي شوف الأعصاب، محمد عطوي بيسدد، ما معقول ملا تسديدة محمد عطوي، رائعة تسديدتك محمد عطوي. حسين منذر الرقم 29، حسين منذر بيسدد، حسين منذر بيضيع، ما معقول. الأنصار إلى المباراة النهائية، الأنصار إلى المباراة النهائية، وفرحة مجنونة، فرحة مجنونة للاعبي الأنصار. هيدي طبعا عم تكون هدية طبعا من علقتات للإعلامي حسين ياسين. على كل الأحوال بهاللحظات بدي أقول مبروك كثير كبير للأنصار التأهل إلى المباراة النهائية، هارد لك العاد. صحت على بنالتي بحظ، الحمد لله رب العالمين. كثير حلو انك تربح، ما في احلى من الربح. صار بالنهايه كابتن، صار بالنهايه. هيدا عليك للانصار، ما مش هيدا شيء عادي بالنسبه للانصار، بس بالنسبه لسامي الشوم اليوم مدرب نادي الانصار والجهاز الفني الموجود، انجاز انك انت اليوم تكون بالفينال اكيد. شو جمهور الانصار؟ جمهور الانصار انا بعرف جمهور الانصار كبير، جمهور الانصار بس عم يبقى بالبيت. كل واحد عم يبقى بالبيت، امنوا فينا، يجوا لعنا يشجعونا يوقفوا حدنا. ليك انا بدي اقول لك شيء، اذا بدك ترجع انت لاول بطوله بدك تشوف الانصار كيف كان وكيف تصدر الذهاب. انا برايي ما تصدر الذهاب من اذا بدك صدفه، كان عندنا عناصر كثير شوي صغيره، انت لعيب كبير برافو يا اخي، انت اللي بتلعب. كان عندنا لعيب تعرف انت مؤثرين مثل ربيع ومعتز بثلاث اجانب بتغير وكل هذا بياثر. اليوم ماتش عم تلعب ضد فريق اذا بدك، انا برايي المرشح والافضل بلبنان مع احترامي لكل الفرق، عنده حلول وعنده عناصر، بس وقت تلعب بهيدي الروح ويكون العشرين لاعب والجمهور كلهم واقفين مع بعض ما حدا بيربع على الانصار. مجنون ايه مثل ما شفت انت، رجعنا من بعيد، رجعنا كنا خسرانين 1-0، حطينا ايدينا بايدين بعض والله وفقنا وسجلنا واحد اول ورجعنا فتنا تاني تايم، كمان كنا احسن منهم بالاكسترا تايم، بس الله ما وفقنا سجلنا كمان 2-1 ورجعوا عدلونا تفاصيل صغيره، بس الحمد لله شفت انت ربحنا بالبلانتات بالنهايه. الفوتبول من غلطه مثل ما بقولوا. اول شيء بدي اقول مبروك للانصار، بصراحه بيستحقوا الفوز. نحن بلشنا المباراه صح، سجلنا هدف، بعد الهدف ما بعرف ليش ارتدينا لورا. بالشوط الثاني الانصار سيطر عليه بالكامل صراحه، بالاكسترا تايم رجعنا كنا افضل منهم، 2 اكسترا تايم كنا افضل منهم، ضيعنا كثير من الاهداف، بس هذا الشيء ما بيعني انه ترى بينقصكم التاهل. هيثم بصراحه كان بينقصنا اللمسه الاخيره، اذا بترجع بتشوف الفرص صح لنا كثير فرص ما قدرنا نسجل، بس هذا الشيء ما بيمنع انه الانصار كان بيستحق يربح.